هذا تراب. يعود هؤلاء القاتلون المسيحيون إلى بلدتهم رطلة بعد سنتين من رحيلهم عنها مجبرين. أمنيتهم الوحيدة هي رفع الصليب مجددا فوق قبة كنيستهم. أفتع الكنيسة على نادي الدواعش، أفتع الكنيسة. بارك الله بكم، بارك الله بكم. تنظيم الدولة الإسلامية تسبب في تهجير وقتل وتدمير ممتلكات مسيحيي المنطقة. منذ أكثر من سنتين لم يرفع صليب فوق هذه الكنيسة. بفخر كبير ترفع هذه المجموعة من المقاتلين الصليب فوق قبة كنيسة العذراء مريم. يعني احنا هدفنا انه ندافع عن مناطقنا بعد، يعني ما ننطيها مثل اللي صارت بينا، لانه شعبنا تشتت، اطفالنا ماتوا، قعدوا بالخيم، يعني هذا الشيء مؤسف جدا، لكن هسه انطي رساله لشعبي انه برطله رجعت. تنظيم الدولة الإسلامية عمد إلى تخريب ومحو كل رموز الكنيسة. آثار التخريب في كل مكان. ما يتصور العالم، هذا ما يتصور البشرية، ما يتصور دين. هذا اللي عنده دين يسوي هيجي، بس هذول لا دين لهم، الإرهاب لا دين له. السلام عليك يا مريم. برطلة هي أولى المناطق المسيحية المحررة في الطريق نحو الموصل. يصلي هؤلاء المقاتلون المسيحيون لاستعادة كامل قراهم ومناطقهم في محافظة نينوى.